أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها وما نرسل بالآيات إلا تخويفا وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس قال أسجد لمن خلقت طينا قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم ما يعدهم الشيطان إلا غرورا إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا بسم الله الرحمن الرحيم عشر كانوا حوكب لابنا يا آيات دخنتون يا سقالات أو سورة الإسراء كمذا وأن سوق أرني عشر كاني سدح بقول تضباطا إيا اللبات أنه كده حجرنا سورة دي تضبا يتبانا ذو قرآن كمذا وإلهي سبحانه وتعالى نوغص ورمي عشر كاني آيديو قدن بيهي إلهي مجران أو إلهي ضد أهل قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة يا إلهي وانو هلاقينا قيامة انت سنك ومن كهر أيانو هلاقينا وموت أيام مارت يلو هلاقيا سيدا ضدك مركز سيد منايا لقصوا بالله بعهدك جنسك إنسانك أو أبونا آدم إلى قيامة أي كقنته أما وانو عذابينا هود إلهي عذاب شديدة أي كل منايا أو قدل إيا غير كيسة كان ذلك في الكتاب مسطورا كاسنو هو هذا إلهي كتابك الله المحفوظ من لغو قريب إلهي هدنا وحوده سبحانه وتعالى وما منعنا نقره بميسه أن نرسل إنا ندرنا بالآيات آيات آن درنه إلا أن كذب إني بينيين مويانا بها آياتها الأولون كوهر وآتينا وحا نصينا وله ألا سمود رير سمود وآياتها نصينا أن آقتها الشي مبصرة حال أي تاتي وحلو أركايو فظلموا بها دبنا ويكو كفريان رير سمود وأنا لها لاقي وما نرسل درمينا وله ألا بالآيات آياتها معجزوين كان إلا تخويفا عبسي قلين موياني آياتان انت نمع عن هذا أقلين سو نسول كذا هو هاي نبغينا عليه الصلاة والسلام أيه وحي كير هذين بورتان صفو نقاط قاجي أما سو حوية بوس كذي ذهب نوغا قدك وعير هذين نمك كفار مكاهاي بورتان مكاوا بورتان صفو وعاد نوغا قدكتا الذهب بورهان كالين تود ومقالة كوريكسن ومركا سو حوية ميالكستا نقا حيران نقاط قاجي سوى هواي ماشى بوراها كب حين أنا أوبيرنه أبا أذين الإنترنت نوصل نولاي سوى هواي أي نولا ورمان أو وحي جرائي نوغوش يغان هداد أرنتا سمي سنة وانو كرمي هينا مركاسا وحاد عذال النبو عليه الصلاة والسلام أسقو آدي آد أود ذال الجرى إيمان كقون كيس إنو بلاوي إنو إلهي سبحانه وتعالى أرنتا سويديو آياد دانا مركاسو دكتي معنو هنو هواي سببتو ما أنا أود تغينو ليه إلهي سبحانه وتعالى إنان أجيبنو عجزي آنو كعاجسانها وحا أي عطسدين آنو ييري كرين بل سببتو وحاوي او إجابة وغتغينو نحريسين أيا مارتيا غالب نقطي او وحا نرهبنا إنانو نحريسانو معايا لعادة إلهي أيا وحا يقود راستي زمن كأول كيس إلى وقت قاقا لغسوه قال سيدك محمد كهو ومدكا سمركي وحاوي آيات أي نبغا إذا كدلبتو او آيات داس لوكينو هدي آيات داس أي كوكو فريان وحا سنة إلهي قود راستي إن هلاق لغو جريد قويو او لطميو علمينا وحا كسبغيي ومدادة إنه أرلاد باقي كون نقونيس إلى يوم القيامة هدي آنو سينا وح أي دالبادين أي رمي وياني وحا كرة تميس هلاك إن لغو بابئيو مركا وحاوي وحي علمينا مركاسي كسبغيي أيان مركاسان سي جيرينين وانتام نقونيين مركا وحا لوغا منعناي وحا أي دالبادين إن لوكيانان وحا وي رحمد وي ومركاسي
ummadaada dhamaanteed loo naxariisanaayo. Markaasuu dhahay Ilaahay subxaanahu wa ta'aala, wamaa manacana, nagama reebaysow dhahay Ilaahay, an nursila, inaanu dirno, bil aayaati, aayadaha, allatii iqtaraxaha ahlu maka wey, aayadaha ay rabaan oy hanaloo yeela leeyihiin kufaaru maku, ilaa an kadaba inay beeniyeen mooyaane bihaa aayadahaas, alawaluuna kuu horo oo dadkii ayaa ka horreeyey ayaa beeniyey, markii loo diray ayay beeniyeen, markaas fa ahlagnaahumaa meesha ku jirta waanu halaagnay. Qoladan haddaan u dirna aayadaha ay sheegayaan way beeninayaan, waxay mutaysanayaan, markaasi halaagay mutaysanayaan. Waxaana xakunuu leeyahay Ilaahay san horuu sheegnay inaanu u kaadino si waxa weeye amarka Nabi Maxamed uu taam noqdo. Aayadihiiba hadda Ilaahay qaar nooga sheegay, Alla wuxuu dhahay, waatayna waxaanu siinay Samuud, reer Samuud oo qoomu Saalixa, annaaqata hashi aayatan hashi, markaasi Nabiyullaahi Saalix mucjisada looga dhigay ayaan reer Samuud siinow Ilaahay uu ulalnimiday oo u keenay mubsiratan bayinatan waadixatan wey, xaalay taatii wax lagu arkaayo oo aayad oo markaasi cad ay tahay. Mubsiratan hadda waxa weeye waxaa markaasi ibsaarkii lagu isnaadiyey hasha oo ayadaa wax wax arkaysa laga dhigay majaas ahaan weeye, maxaa yeelay annaha sababan fi tabasur weeye wal-i'tibaar, ayadaa sabab waxay u tahay in wax lagu arko, lagu cibro qaado, laguna hanuuna weeye. Hadda meeshan waxaa la khasisay mucjisadii Nabiyullaahi Saalix, waxaa la yidhi markaasi dadkii Nabi Saalix beeniyey daarahoodii oo Ilaahay uu halaagay ayaa waxay aheeday mid kufaaru Maka u dhawaalayay oo arkayaan markay safarka aadayaan soo naqad iyo sii socodba. Markaas taasaad arkaysiinaa la leeyahay, fadalamuud dibadna way ku kufriyeen oo Ilaahay biha aayadii way ku kufriyeen oo waa ay beeniyeen wixii hadda ay ku sameeyeen hashi Nabi Saalix, waanu soo marnaa haddana way ku tagaynaa. Fa uhlikuya meesha ku jirta marka waa la halaagay. Arrintaasa marka meesha ku jirto la diidayaa. Ilaahay haddana wuxuu dhahay, wamaanu rusulu ma dirayno bil aayaati aayadaha mucjisooyinka ilaa takhwiifan cabsigelin mooye. Aayadaha la diraayane waa cabsigelin oo dadka markaasi loo soo diray ayaa lagu cabsigelinayaa, ilaa takhwiifan cabsigelin mooyaane addoomanka la cabsigelinaya say markaasi u rumeeyaan. Haddana Ilaahay wuxuu yidhi subxaanahu wa tacaala isagoo rasuulkiisa la khidaabaya, wadkur xuseydka maxamedkaahu id waqti qulnaa laka aanu kuu dhahnay inna rabbaka rabbigaagu axaada waa koobay binnaasi dadka cilmi iyo qutro ku koobay oo dadka Ilaahay qabladiisa ay ku jiraan. Risaalada gaarsi axadnaha ka baqin, Ilaahay subxaanahu wa tacaala ayaa kaa dhowraaya oo hadda cid wax kaa qaadi karta ma jirto, maxaa yeelay makhluuqaanu Ilaahay subxaanahu wa tacaala yaddiisa ku jira ee wax asagu maarataya oo iska samaysan karo ma jirto, iyo cid kasoo ku tasarufi kara ma jirto. Marka Ilaahay wuxuu yiri wadkur xuseydka maxamedka saasaa ku soo qadaraysaa, id waqti qulnaa laka aanu kuu dhahnay, meelo kale ayaa Ilaahay qur-aanka ugu sheegayo, Ilaahay waa tuu dhahay wallaahi yacsimuka min annaasi aan soo mari jirna suuratul maa'idah, inna rabbaka rabbigaagu axaada waa koobay binnaasi dadka Ilaahay yaa koobay. Ilaahay dadka cilmigiisa uu ku og yahay, awooddiisa ayuu maaragtay ku qabanayaa. Ilaahay qabladiisa ay ku jiraan dadku wax awoodahay leeyihiin ma jirto, makhluuq oo dhan sidaas weeye. Haddana Alla wuxuu dhahay, wamaa jacalnaa kama aanaan yeelin arru'ya ru'yadii allatii taasoo araynaaka aanu ku tusinay ilaa fidnatan fidna mooyaane oo linnaasi dadka u sugnaatay, gaar ahaan nimankii ahlu Maka Nabi kasoo horjeeday. Way beeniyeen bacdi ayaga ka mid a xataa waa ridaabeen. Waxyaabaha Nabiga calayhi salaatu wasalaam la tusiyo la sheegaayo waxa weeye wixii la tusiyo Nabiga calayhi salaatu wasalaam habeenkii ahda Laylatul Israa wal Mi'raaj weeye, maxaa yeelay taas ayaaba waxay ku filan tahaba inaysan wax ay arkeen oo aayada aysan rumaynin. Ilaahay wuxuu yiri subxaanahu wa tacaala haddana, wamaa jacalnaa kama aanaan yeelin arru'ya ru'yadii allatii ru'yadaasoo araynaaka aanu ku tusinay si cayaana weeye habeenkii Laylatul Israa ilaa fidnatan fidna mooyaane oo linnaasi dadka u sunaata, dadka lagu fidnaynaayay, dadka lagu jaribaayay, ilaa dadna waxaa dhacday inay beeniyeen wixii rumeyna ay yaraayeen, oo wixii rumeeyey Sayyidina Abubakar Siddiiq ayaa aad iyo aad u rumeeyo asagu wax walba Rasuulka calayhi salaatu wasalaam u rumeynayay. Dadna waxa weeye waa maaragtay gaalnimadii way ku sii fogaadeen oo waxay yiraahdeen haddana Muxamed waxaas miyuu la yimiday inuu hawada samada uu tago samaawaadka uu marayo waxaas uu arkayo Baytul Maqdis oo afartan maalmood loo socdo ilmi licisgeed uu ku tagay, hadda ayuu kasii diray dhahan. Iyo washa jarata geed yow dhaylaahi almalcuunata oo lagu lacnaday fil qur'aani qur'aanka, aragtidii waxyaabihii Nabiga calayhi salaatu wasalaam Laylatul Israa la tusiyey dadkii waxay ku noqota fidno, waxaa kaloo fidno ku noqda u dhahay Ilaahay iyo washa jarata shajaradii ru'yaday ku cadfantahay almalcuunata oo lagu lacnaday fil qur'aani qur'aanka. Lacnada hadda geedda lagu isnaadinayo lagu tiirinayo inay xaqiiqata waa suurtagal baa leeyahay haddii xagga la fiirsho inay geed oo mu'diya ay tahay.
أما أي مذمومنا أيتها مدرودة أيتها عن رحمة الله معايا لوحيك صوب حيسا جحيم أصلك هذيك صوب حيسا أما وين مجاز ليري مراد كنا وحواي متك عنا أيه أيه هدو ملعون ملعونة متك هدو عنا مركو قيامته وأيام ملعونة هلي شجرة الزقوم جد ليرهواي إن جعلناها فنة وأطول إلهي سبحانه وتعالى للظالمين إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم ضلعها كأنه رؤوس الشياطين وكتب دون هدي له إلهي معايا لو وحي يرادين ويوف النوبين وحي يرادين نارته قيد كواقبته سيمرك هو صور دلنا يساهو وهوي النار أو مارت يا قيده قبيسة أي قيد قيد هي كصور ده حد لكرة وحصور تقلع ما هني يرادين إلا وحوي أيقو عقلك إيه وحي حسك أي مرك سيفيرنا يا دينتنا وحرنتها سواء كوينتها يا ود على سبحانه وتعالى قدرة إلهي بي إنكره سبحانه وتعالى ما إلى النار تنا إلهي بأبور سبحانه وتعالى جدنا إلهي بأبور مردي إلهي قبل ذي سيكون جيران أو إلهي أطهرين عينه إلهي سيد وضونا يويليا مركزون إلهي رؤية كما أنا إلى آن قتسنا إلا فدنة للناس هي والشجرة الشجرة دي الملعونة أو لغو اللعنة في القرآن قرآن ومعنى قرآن لغو هيدار تيوي ونخوفه ما نعبسي قليني نهول إلهي أو شجرة داس أي آية دهاس أيان كفارتك عبسي قليني نهول إلهي ونخوفه ما نعبسي قليني نهول إلهي فما يزيدهم أس الزيادة ما يقول إلهي تخويف كينو إلا دغيانا قوق مويانا كبيرا أوي ونعبسي قليني نهول إلهي سبحانه وتعالى أو وحل وعب سجلي أيان وكينينا هالصي يا شيء فما يزيدهم أزياد ما يتخويف خينور إلهي إلا ضغيانا كبر مويانا كبير أوي وهي كسيق هذا يعني كبر إيه مارته تكبر كسيق هذا يعني إلا وحوي وحان خير لهم وي هذا إلهي وحوري وذكر حسيد كمحمد كهو إذ وقت قلنا أن أرهني كبر كبار هذا وحوي مره دي إلهي كبر أوشاقي كبر وحاء الصلوء هاي إبليس أياء وهاي إبليس دع ذي سأيا مر والبناء إلهي قران سوع العليا وحا مركز أرنتاس إلهي سبحانه وتعالى وسوع العليا إن إلهي سبحانه وتعالى وحي أهل السعادة أوشاقه وحي الشقيان أوشاقه بس هذا ما رأت يا آدم يا إبليس إلهي سبحانه وتعالى قران سوع العليا وحا مركز ماشا لقد نسى يا أرنتاس سعادة إيا الشقي نمده معايا لأبونا آدم سعيد وهاي إبليس نشقي وهاي مركز إيا وحاك الله إشارة يا وفك سعيد كاهو إنو يهي وفك آدم راعي نبي الله آدم راعي شقيقنا إنو نقنا وفك إبليس راعي وحانا أرنتاس كرة تمايا ضدك مركز وحوي أهل السعادة نعمة أي كواران أي مالين تقيام هلايا عذاب أليم هو حنون بدنوها هلايا ضدك شقيالك هو إبليس راعي مركزون رهي ألا وذكر حسيد كمحمد كهو إذ وقت قلنا أن أرهنا للملائكة ملائكتي أسجدوا أسجود ملائكي لآدم آدم السجود سجودا هذا واحد بدنا نصومرني وأمرك ليرك بعد إني جاعل في الأرض خليفة أيرادين أتجعل فيها من يسد فيها هو إلهي وله إني أعلم ما لا تعلمون هو إلهي أصمادي أو بري كبعدي وبنغي آدم أو أمري إن مركز أو أشيك شيكو أو أنبئونو بأسماء هؤلاء قالوا لا علم لنا إلا مع وحس عن كسومر سورة البقرة وإلهي أولي آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبئهم بأسمائهم مركز أسماء أو أشيكي شيخ أيو النغضوي مركز واجب وحان نغضي إن لا تعظيمي أو لا احترامه سجود أيا مركز الأمر هالي سوى هوي مركز حقوق أو كلها أو معلن ماذا meeshaas markaasii waxa way ugaa timaado maayila macallinku waxa uu leeyahay xuquuq uu iska leeyahay wadkur xusow ilaahay id waqti qulna aan u dhahnay lil malaa'ikati malaa'ikti usjudu li aadama aadam usjuda sujud oo tahiya oo in xina oo hoobashahi eedali sidaas ay raajix laakiin sujudaas waxay ahaday meelo badan aan ku soo marin fa sajadu dibedna way sujudeen oo dhahilaahay illa laakiin iblis ma uusan sujudin fa sajadu way sujudeen oo dhahilaahay illa laakiin iblis aba waadiida way sujud markuu diido la warsadane qaala wuxuu yiri asjudu miyan usujudaya liman dul khalaqta aad abuurtay diinan dhooba aad ka abuurtay waxa lagu nasbiya nasul khaafil diinan min diini way asjudu miyan usujudaya ayuu dhahay من دول خلقت آد أبورتي دينا من دين روبا آد كأبورتي واحد روبا لغا أبوري ميا أني جي جاسيا أسجودة يا أور نار خالص لغا أبوري أنا بكسر يا يوكا قيمة بداني أرين تاسودة قال وحوي المركة أرأيتك بل إيغا ورهم الله هذا مد كان الذي كاسو كرمت آد ككرامي سعليك وركي
ninkan adiga karaamaysay anoo anigu ka karaamo badan karaamada ilaahay subxaanahu wa ta'ala inuu ku saaro ayaa fiican mooyaan hadaad karaamo adigu sheegato oo waxaad adan ogeyna aad isku sheegto dhibaatay noqonaysa amba aad u malaysa markaas ina adigu dadka karaamo badan markii ilaahay wuxuu subxaanahu wa ta'ala qaal wuxuu dhahay ibliis araaytaka akhbirni bal ee khabar hada midkan alladii kaaso karamta calay korkayga aad ka karaamayso falalta calay way adiga fadlishay oodi amartay inaan u sujuudo aniguna aan ka khayr badanahay maxay yala khalaqtani min naarin wa khalaqtu min diin taasoo ku wada saameel ku soo mar hadana ku tagayno maxay yala aniga waxa adiga abuurtay u dhahay naar isagana dhoobaadka abuurtay marka hadii ibliis markaasi waxa way sujuudi oo diiday oo ilaahay malcuun oo ka dhigay naxariis ilaahay laga dardiyay waxa uu bilaabay inuu markaasi waxa way aadam xasadkiisa halkaas uu ka sii wado oo markaasi owlaadiisi oo markaasi uu u sheegay inuu ka aarso doono owlaadiisa markaasi adduunyada ku sii noolaahaysa inuu ka aarso doono oo dhibaato u geysan doono oo baadiyay doono oo xaqa uu ka lumi doono markaas wuxuu dhahay qaal wuxuu yiri ilaahay subxaanahu wa ta'ala ibliis la wallahi in akhartani hadaadi akhirtu allahu ila yawmil qiyamati qiyamada yoonkeed inta la gaarayo la axtani kan waan jirid goyn oo waan jirid goyn dhurriyata aadam dhurriyadiisa waan jirid goynaya ila qaliilan wax yar mooyaan bal u fiirso bal hadalkaas waana u hirgalay oo aadam awlaadiisi ibliisa la tagay ila wax yar mooyaan la wallahi ayuu dhahay waa dhaartay in akhartani hadaadi akhirto dib ii dhigto la axta ila yawmil qiyamati qiyamada yoonkeed inta la gaarayo la axtani kan ayuu dhahay waan jirid goyn waan jirid goyn macnaha baadi ayaa waa wada baadiyeena weeye dhurriyata aadam dhurriyadiisa ilaa qaliilan wax yar mooyaan oo ayaga ka mid ah oo intaad iga dhowrtay ah hadda intii qaliil uu ku tilmaamay cisma aad siisay waajibaa sida ambiyada ama mid jaa'isaa sida dadka saalixiinta oo kale saasuu ka wadaa ilaahay qaala allah waxa u dhahay markaas ibliis idhab tagow dhah waa lagu kaadinayaa ilaa nafqada uulada inta laga gaarayo iska su'aal yiri markaas ciddaad baadiyaysa baadiyay hadda arrinkaanu tahdiiday asaga u tahay ee markaasi amarkan shantaar mawduuc lagu sheegayo xaqiiqo maahan waa isitraaj la sabaansabaayo iyo tahdiid weeye maxay la macsi weeye ilaahayna macsi cidna amri maayo waxa weeye idaa lam tastaxi fasnac maashiito kale haddaadan xishoone waxaa doonta samay qaala ilaahay waxa u dhahay idhab tagow dhah faman tabicaka ruuxu ku raaca oo minhum aadam owlaadiisa ka mid ah فإن جهنم جهنم أي جزاؤكم جسهين أويه أذيغ إنت كراعدي جزاء 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 صوم موفورا أولا أوفيه أذيغ إنت إذن كراعدة وإلا إذن جاسنا يا نار بأل إذن كجاسنا يا إذهب تقول له إلهي سبحانه وتعالى فمن تبعك روح كراعة أو منهم أي كمدوا الإلهي فإن جهنم نار جهنم الليلة أي جزاؤكم جسهين أبالكين أويه أنت وهم ويه جزاء جزاء جزاها صوم موفورا ووافره الكامل يلي جزاها سأيها ليدي كجاسين إياه يقول لأن أسو خطكو وكب حيبا انت مركز أو قاتنه oo raacdana sidaa soo kaleentood weeye haddana waxa markaasi sidii oo kale loo diray waxyaabaha markaasi macaasida uu adeegsanaayo ayaa ilaahay noo sheegaya oo waxa la yiri wastafsis fi jisa ayaa la yiri mani sadacta ruuxi aad karayso oo minhum kamida aadam awlaadiisa bi sawtika sawtkaaga ku fiijiso wa ajlib calayhim korkooda ku qayliyow dha ilaahay bi khaylika adigoo ku dheehan fardahaaga iyo warhajidika luglaydaada washaarikum la wadaagso في الأولاد أولاد في الأموال ماليالك يا والأولاد أولاد وعدهم أيابوه إن عن بعث إيا جسجر وما يعدهم الشيطان الشيطان أيابوه ما والإله إلا غرورا كذا مويه إبليس هدنا مركا وحيابها مركاسي أو معاصدة وأذيك سنة واصدة وأنا تهديد هذا أوامرتا شنطة سنة روسو شاغني ما هن مركاسي وعوي حقيقة ما واستفزيس أيود إلهي استخف وي فضو داي سوي مركاسو عقلقا كحد وي او فيجي سوي من السدعتا روحي آت كريسي او منهم ايه كميدا بصوتك صوتك كو فيجي سو هذا صوتك إبليس دادك او كو فيجينا او وحا وي او كو قادنا او كو فضو داي سنة محيطة بدعائك بالغناء والمزامير وكل داع الى معصية وي وانا دو يرتا مركاسي ايه قبيضا iyo heesaha iyo gurbaanka amase waxa weeye maaratay muusikada iyo waxaas xaaraanta iyo wax kas oo dadka macaasida u yeeraayo wakulu daa'in ila macsiyatin way kal kalaami ma'al ajnabiyati wa nahwi way illa la waramo naag ajnabiya oo markaasi kalaam oo markaasi xumaana
oo markaasi macaasi soo jiiday lagu warhamo taasa kamida waa waa hadda markaasi shaydaanku uu ku qaraabto oo wax uu ku sameysto weey oo dadka markaasi waxa uu ku baadiyeeyo quraanka ilaahay kalaamkiisu noo sheegaya bal u feysa arintaas waa arin jirta weey maxay yeelay dadka markaasi waxyaabaha iska shaqeeya shaydaan bay u adeegaano waxa weeye shaydaan umaalu shaydaan weey shaydaankay u shaqeeya oo markaasi gurbaanka tumaayo oo muusikada waxa la ilaa tumaayo oo wax walba tumaayo ee dadkii markaasi macaasidaas ku soo jiidaayo haddana ilaahay wuxuu dhahay subhanahu wa ta'ala wa ajlib aw dhahay ku kici caliim korkooda bi khaylika fardahaaga adoo ku dheehan iyo warajilika lugleydaada waxaa laga wadaa dadka kiciya la leeyahay ayagoo markaasi ee gaadiid wata iyo ayagoo lugay haya meesha macsida lagu sameeyahayo oo soo kici baa leeyahay macnaha waxa weeye saxiix caliim ku qayli weeye xaala kownika multabisan bi junuudika adoo junuudaada wata oo markaasi rukaab iyo maaragtay wax gaadiid saaran iyo wax mushaada isugu jira ilaan meelaha macaasida iyo tumashada iyo lagu haayo kurbaanada iyo waxa iyo muusikada iyo waxa lagu tumaayo dadka qaarna waxay ku imaanayaan gaadiid ay wataan qaarna waxay ku imaanayaan lug ay ku imaanayaan intaasoo dhanba waxa ka shaqeynaya Iblis waaye horeyowna maaratay uu codsaday dadkaasuna dad Iblis qaaday waaye hadda waxaa kaloo la dhigi karaa khayshan sida hadda gaadiidka maanta jira oo lagu soconaayo waxaa kamid ah qaadicu dariiqa kamid ah dadka jidadka fadhiya oo dadka markaasi baadaya oo waxa ka qaadanaya oo leejada waxa leeyahay iyo maaratay waxa qaadanaya kuwaasoo gaadiidka soo qaadanaya dadka meelkiisa qaadanaya nafta dilaya oo wadooyinka kuwa taagan weeye dadkaas iyaguna dad shaydaan qaada waayo haddana ilaahay waxa uu dhahay washaarikum la wadaagso fil amwaali maaliyalka maalkana la wadaagso maal shaydaan wax ka leeyahay muxuu yahay markaas waxa weeye maalka sida hadda ribada oo kale ribada lagu shaqeysanayo iyo maaratay qasbiga dhaca maalka dadka laga dhacaayo waxa weeye waa maal shaydaan uu iska leeyahay weeye oo masalanba waxa weeye inay maalka haaraan ka kasbaan oo ay ku tasarrufaan arintaas waxa weeye ka shaqay baa lii washaarikum fil amwaali wal awlaad iyo haddana ilaahay awlaadana la wadaaso awlaadana la qaybso awlaaddu waa midda ka imaanaysa zinada ka imaanaysa awlaadda markaasi zinada ka imaanayso waxyaabahaas la loola jeedo oo markaasi dadkii markaasi zinada ay ku dhalaayaan nimanka iyo naagiiba kala sinaysanaya esas ku imaanays meeshaas culimadu waxay yiraahdeen ahlul cilmiga waxaa lamida ma law dalaqa rajulu imra'atahu salasan nin ayaa naagtiisa waxuu ku fooyay saddex dalaaqo ku furay markii uu saddex dalaaqo ku furay ka badiyo asagoon waxba sharciye aysan soo marin oysan guur soo marin ayuu ku laabanaya markaasay ilmo kala si dhalaysa ilmahaas markaasi shaydaan fa inna shaydaana shariikuhu fihim shaydaana shirka kula waa ilmo shaydaan dalay weeye shaydaan baa dalay marka shaydaan ayaa dhalay ilmahaas waxa weeye waa marka ilmo zina ku dhasha weeye maxaa yeelay hadda waxaa batay in maaragtay saddex dalaaqo naag lagu furo ee mar walba la leeyahay maaragtay saas weeye saas la leeyahay aaymada islaamka oo maaragtay ijmaacu saxaaba weeye hadii dalaaqada la kulmiyo iyo hadii la kala tajiyaba saddexba hadii la gaaro waxa weeye naagti waa baa'inaysaa baynuunatul kubra ayay baa'inaysaa aaymadii markaasi islaamka oo ahlul cilmiga ahayna mutafaqay ku yihiin ilaa dad shaada mooyaane oo hadda aan ictibaar lahayn oo khilaafkoodu khilaaf qayru jaliya la yiraahdo khilaafka jaliya iyo jali iyo qayru jali uu qaba xagga cilmiga maartay ee usulul fiqhiga markii la fiisho khilaaf haduu qayru jaliba uu yahay ictibaar ma leh wixii arintaas khilaaf ka muujiyay marka hadda waxyaabahaas waxa keenaya waxa keenaya meeshaan waxaa la rabaa shaydaan inuu ilmo dhalo oo wixii saas ay noqdaan awlaadina awlaad shar badan oo diin laawayaal ay noqdaan wacidhum u yaboo hawo dha ilaahay shaydaanu oo waxaad u sheegtaa dadka bacsi ma jiro jasa ma jiro waxa la sheegayo qiyaamo laga sheegayo waxba kama jiraan ee markaasi tumashadiina iyo wixiina iska wada mashaakil weeye bal u fiirso ilaahay markaas wuxuu dhahay wamaa yaciduhumu shaydaanu shaydaanku u yaboohi maayo waxaasada la soo sheegay ilaa quruuran kida mooye dadka waa la kidinaya shaydaan baa kidinaya baadil uu sheegaya waxaasoo dhan waa baadil shaydaanku u sheegayo dadkaas marka shaydaanku qaaday dad kale ilaahay ka reebay oo ilaahay wuxuu ina cibaadii adoomankayga muuminiinta laysa laka kuguma sugnaani caliim korkooda suldaanu diran wakafaa birabbika rabbigaaga ayaana ku kaafiya wakiilan xifdi ilaahay baa ku kaafiya ina cibaadii adoomankayga laysa laka kuguma sugnaani caliim korkooda suldaanu ilaahay tasallud kuma laha adoomanka ilaahay uu soo reebay waa kuwii asaguba uu dhahay ilaa qaliilan wakafaa birabbika rabbigaaga ayaana ku kaafiya wakiilan wakiilnimo xaafidan lahu minka ilaahayaa kaa xifdinaayo laakiin inta badan dad shaydaan qaada weeye kacashirkeen intaasuu ku egayay wallahi subxaana wa tacala aclamu assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatuh.